طيب هنروح لموضوع تاني النهارده. مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري كرم الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية. النهارده كان في حفل تكريم لهؤلاء الحكام الحقيقة اللي تألقوا في كأس الأمم الأفريقية وشاركوا في إدارة مباريات هذه البطولة. 7 من الحكام المصريين العظام الحقيقة: كابتن أمين عمر، كابتن محمد عادل، كابتن محمد معروف حكام ساحة، كابتن محمود أبو رجال اللي حضراتكم شايفينهم، كابتن محمود أبو رجال، كابتن أحمد حسام طه مساعدان، وكابتن محمود عاشور، وكابتن محمود الفنا للبنا للفي اي ار. كما تم تكريم المستشار محمد المشطه المستشار القانوني لاتحاد كره القدم بعد اختياره عضوا في لجنه الانضباط لبطوله الامم الافريقيه، وموظفي لاتحاد كره القدم فريد سلطان لاختياره في لجنه التحليل الفني والاداء وتجهيز المواد العلميه للحكام، ومحمود سعد مسؤول التصاريح الخاصه بالمباريات. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين صور مهمة جدا كان فيها الأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي والكابتن اللواء حلمي مشهور والأستاذة دينا الرفاعي. صور مهمة جدا يعني. احنا دلوقتي وطبعا رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا موجود وبتكريم الحكام. الحقيقة حاجة جامدة جدا وحاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف هؤلاء الحكام اللي احنا دايما بنكون قاسيين عليهم في النقد الحقيقة، ولكن عندما تكون الامور جيدة وعندما تكون او يصل بينا المستوى الرائع اللي احنا شفناه النهاردة او الايام اللي فاتت في بطولة الامم الافريقية، الحقيقة هنفضل نقول لهم هايلين وهنفضل نقول لهم رائعين لغاية لما نشوفهم في الملعب. بقى بعد كده ايه اللي هيحصل في الملعب؟ معرفش يعني الايام القادمة ايه اللي هيحصل في الدوري العام المصري من هؤلاء الحكام. هتقعد تقول لي اصل بتقول عليهم عظام، ما انا بقول عليهم عظام في كأس الأمم الأفريقية. المباراة اللي جاية لو أخطأوا هنطلع نقول إن هم أخطأوا، ما هعمل إيه طيب؟